هيك بيتصرف الشخص اللي نساك وتخطاك عاطفيا وما بده اياك بحياته مجددا، لانك بكل بساطة لم تعد تعني له شيئا. هن بالحقيقة 8 تصرفات. اول تصرف هو بهينك لفظيا، للاسف بيجرحك بكلامه، سواء كان رجل او امرأة بتلاحظ انه يتعمد انه يسيء لإلك ويجرح مشاعرك لفظيا، وحتى بأفعاله بألفاظه بيتلفظ بألفاظ مهينة أو بيتصرف تصرفات مهينة، من شتائم، من إنه يقلل قيمتك، من إنه يجرحك من دون أن يكترث لمشاعرك ولا حتى يعتذر منك، لأنه أصلا أنت بطلت تعني له وهو نفر منك. فحتى الكلام الجارح اللي عم بيقول لك إياه عمدا حسب طبيعة شخصية هذا الشخص، لأنه مثل ما بيقولوا الشخص المحترم حتى لما يبطل يحبك ويتخطاك فهو ما بيهينك لفظيا لأنه إنسان محترم. لذلك دايما بيقولوا العبرة بالنهايات مش بالبدايات، لأنه النهايات ببين الأخلاق، بالبدايات بلهفة البدايات بتبين الحب، أما النهايات فبتبين الأخلاق. فإذا كان هالشخص ما عنده أخلاق للأسف، بتلاحظ إنه يتعمد إنه يهينك لفظيا من دون أنه يكترث بمشاعرك ولا حتى إذا جرحك أو ما جرحك، هيدا الشيء بيكون آخر همه. تاني تصرف هو يتعمد الإهمال عمدا من دون سبب ومن دون ما يكون هو شخصية حدية أو مزاجية أو أنت غلطان بحقه، لا هو ما عنده هالصفات بالأساس، هو أنت من آخر أولوياته بكل بساطة، سواء كانت سابقا أولوياته. يمكن هلأ تقولوا لي طب ما أنا كان وكان، يعني كان فعل ماضي ناقص، مثل ما بنقول انا بهمني حاليا، حاليا انت من اولوياته او لا. بتلاحظ انه بيخلص كل شيء من اصدقاء، من زيارات، من عمل، من اي شيء حتى ما له معنى، من حتى اشياء تافهه بيخلصها وبيرجع لحتى يرد. وهيدا اذا ما رد، يعني لا قلنا الفرق بين يتجاهلك عن حب او يتجاهلك لانه ما بيحبك، لانه اللي بيتجاهلك عن حب لانه ربما انت غلطان وحابب يعلقك فيه او عم يستفزك، بمجرد ما انت تبادر برد وبرد بطريقه حلوه. اما اللي بيتجاهلك وبيهملك لانك بطلت تعني له، فحتى اذا انت بادرت فاما ما برد ابدا، ما برد على الرساله، او اذا رد برد بطريقه كثير بارده وناشفه. ثالث علامه هي لا يغار عليك، حتى إذا كان يغار عليك سابقاً أو كانت إذا امرأة تغار عليك سابقاً، فهو أو هي حالياً ما بيغاروا ولا بهمهم. حتى لو بدهم يشوفوك مع شخص تاني علناً من الجنس الآخر فما بيهز شعره فيه، وبالتالي لما الشخص يبطل يغار عليك حتى إذا سابقاً كان يغار، هيدا اكبر دليل انك بطلت تعني له اي شيء. بدي اقول شغله، عم يوصلني تعليقات ليه كل كلامك عن الحب رجل امراه؟ لا مش كل كلامي حب رجل امراه، هيدا الفيديو بخص حتى الصديق او الصديقه، لانه حتى الصديق اللي عم يعمل هالتصرفات ما عدا موضوع الغيره طبعا، من انه بتصير انت اخر اولوياته، بصير يتجاهلك عمدا، وهالنقطه اللي هلا رح احكي عنها ايضا بتنطبق على الصديق العادي سواء صديقتك او صديقك. هيدي النقطة هي مثل ما قلنا تجنب الحديث، يعني حتى اذا كنتوا بتلتقوا سوا سواء على ارض الواقع او حتى على وسائل التواصل بتلاحظ كلامه قليل، ما بيحب يفتح مواضيع كتير، كلمة ورد غطاها، ما بيخبرك تفاصيله، تفاصيل حياته، لانه الشخص لما نحن نكون بنعني له وقلنا مكانة خاصة وقريبة بحياته، بتلاحظ انه متحمس دايما ليخبرنا سلبياته ايجابياته تفاصيل حياته فشله نجاحه شغله حياته العائليه، بتلاحظ كل شيء متحمس وعنده لهفه انه يخبرنا هالتفاصيل وان يستفيض بالكلام معنا. فلما الشخص يصير حكيه قليل وخاصه يبطل يحكي معك بالتفاصيل الصغيره، هيدا اكبر دليل انه هالشخص انت بطلت تعني له اي شيء. خامس تصرف هو ببطل يعاتبك على اي شيء، شو ما تعمل ببطل يعاتبك، حتى اذا زمان كان يعاتبك، ربما كان يعاتبك اذا رديت عليه مؤخر او ما رديت عليه بالمره. فالشخص لما يبطل يعاتبك خاصه اذا زمان كان يعاتبك، فهيدا دليل انه انت نزلت مكانتك
بقلبه. وبالتالي كيف بتعرف إذا هالشخص بطل يعاتبك لأنه أنت بطلت تعني له، أو بطل يعاتبك لأنه يئس منك؟ أنت بتعني له بس هو يئس منك، دايماً مش عم تستجيب لعتابه، وبالتالي حس حاله إذا بده يعاتبك أكثر من مرة كأنه رح يقلل من قيمته أو كرامته. هيدا الموضوع بتعرفه من خلال العلامات السابقة، يعني إذا وجدت العلامات السابقة بالإضافة لعدم العتاب فهيدا دليل إنك بطلت تعني له. أما إذا الشخص بعده بيحكي معك، إذا أنت حكيته بعده ببادر، بعدك أنت إذا بادرت هو برد عليك بلهفة، فهيدا موضوع لا يتعلق بأنه تخطاك أو بطلت تعني له أي شيء. سادس تصرف هو بقارنك بالآخرين، يعني دايما بقول لك ليك شوف فلان شوف فلان، وليه ما بتكون مثل هيدا وليه ما بتكوني مثل هيدي، بقارنك فيهم سواء بشخصيتك بعملك بشكلك بكل شيء، وبالتالي يعني عم بيوصل لك بطريقة غير مباشرة إنه أنت بالنسبة لإلي بطلت تعجبني. وهيدي النقطة خاصة أكثر بالمتزوجين أو علاقة الحب أكثر من الأصدقاء. سابع علامة من خلال لغة الجسد، ألا وهي بعد المسافة الجسدية، يعني بتلاحظ دايما هالشخص حاطط حاجز جسدي بينك وبينه، خاصة لما تلتقوا على أرض الواقع من بعد ما كان يميل بجسده نحوك، سواء كنتوا قاعدين حد بعض أو واقفين بوجه بعض، هلأ بتلاحظ دايما عم يختار أماكن ليقعد بعيد عنك. هذا دليل إنه ما بده يحتك فيك وما بده يكون قريب منك. وإذا كانوا متزوجين فبتتوقف سواء من الزوج أو الزوجة واحد منهم، يعني حسب الشخص اللي نفر من العلاقة ببطل يعني يمتنع عن العلاقة الزوجية مثل ما بيقولوا. ثامن تصرف هو كثرة التهديد، يعني دايما بيهددك بالرحيل، ايه بدي طلق، ايه بدي اترك، ايه انا خلص بدي بطل اتواصل معك، وخلص خلينا نقطع هيدي العلاقة أو هيدي الصداقة. كثرة التهديد بهيدا الموضوع أيضا بدل إنه هيدا الشخص بالفعل يمكن ناطرك على غلطة صغيرة لحتى يفك ويخلص من هيدي العلاقة، لأنك بالفعل بالنسبة له بطلت تعني له أي شيء أبدا. طيب كيف بتتصرف إذا ظهرت هيدي العلامات على شخص بيعني لك؟ هيدا الشيء رح أحكي عنه بالجزء الثاني.